إلا هذه التجارة. الله تبارك وتعالى، خد بالك برضه التجارة في الدنيا ليست مذمومة، لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر أهل مساجده قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغلو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة، يعني مش معنى مش بيدلوهم، ما قالش كده. لأن الإسلام أراد من أتباعه أن يكونوا أغنياء أقوياء. يقعد يحسسك ان الفقر ده شيء كويس، هو اولا الفقر والغنى انما هو ايه؟ من الله تبارك وتعالى، لازم يكون عندنا ايمان بده ورضا بده، لكنه ليس في ذاته ممدوح. فان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره، لا هذه كل تجاره قد يعتريها مكسب وخساره الا التجاره مع الله تبارك وتعالى، لا يمكن ابدا، لا يمكن لهذه التجارة أن يكون إلا عاقبتها الربح. قال: يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم. خلي بالك الذي وطأته بالقسم، كأن الآية قالت: والله سيوفيهم الله تبارك وتعالى أجورهم. الذي وطأ للقسم ليوفيهم أجورهم. خلي بالك القرآن ذكر شيء جميل قوي، قال ليوفيهم، يعني أكثر من اللي هم إيه؟ أكثر مما عملوا، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. هو إيه؟ ولذلك قالوا في مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. قالوا لا حرج على فضل الله، ما بيقفش عند 700 ضعف. عشان في ناس يقول لك إيه الحسن تعالى وقالوا لا سبب ده، حتى في باب الصيام إلا الناس الله تبارك وتعالى أن يبلغنا جميعا رمضان وأن يخرجنا منه مأجورين غير مأزورين وأن نتجاوز فيه عن خطيئاته. قالوا في باب برضه حتى من الحسنات ليس لها حد في مضاعفة إلا الصيام ليه؟ قالوا إذا تولى الكريم بنفسه الإعطاء فلا حرج على فرض، ما ينفعش بقى يكون في حد. عشان كده في باب أنك تتعامل مع الله ما تحطش بقى مسألة تلاقي ناس كده يقعد يجيب ورقة وقلم ويقول لك ليلة القدر 3 في 9 مش عارف بكام، 27 في 2 مش عارف بكام، وتقعد وبعدين ينشر بتاع كده مش عارف 3 4 مليار حسنة وشيء كده غريب جدا. التعامل مع الله تبارك وتعالى: ألا ترى أن الله يخرج أناسا أو يكرم أناسا بفضله يوم القيامة بسجل مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلما يعني لما تقصر الثواب أمام الكريم سبحانه وتعالى ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور سبحانه وتعالى، يعفو بغفرانه عن تقصيرهم ويزيد في احسانه لهم. ولذا كان تزيين الايه انه غفور شكور. اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وشكر الله لنا ولكم.